بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو الموجه لتلاميذ سنة أولى ابتدائي. اليوم بحول الله ككل مرة في بداية الأسبوع نبدأه بالنص المنطوق، ثم خلال الأسبوع نتناول أنشطة أخرى. إذا ماذا لدينا؟ مع أنه تأخرنا نوعا ما بسبب الامتحانات، لكن لا بأس. إذا أقرأ النص، الأطفال ينصتوا جيدا، ثم أطرح الأسئلة. إذا جولة ممتعة. خرجت العائلة في نزهة. خديجة: انظر يا أحمد، أشجار الصنوبر على اليمين وأشجار الصفصاف على اليسار. أحمد: ما أجمل منظر الطيور وهي تحط وتطير فوق الأغصان. خديجة: وتلك الأرانب تقفز هنا وهناك، كم هي سريعة. أحمد: هناك عصفور على الأرض، ربما هو مصاب. الأب: احمله برفق يا بني، سنأخذه معنا إلى المنزل. خديجة: نعالجه ونحتفظ به. الأم: أحسنتم، فقد أوصانا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفق بالحيوان. إذن العائلة خرجت. إلى أين ذهبت العائلة؟ ذهبت إلى السوق؟ ذهبت إلى المستشفى؟ إلى أين ذهبت؟ أحسنتم، العائلة خرجت في نزهة. إلى ماذا؟ إلى الغابة. شاهد أحمد وخديجة عدة أنواع من الأشجار. هيا اذكروا لي بعض الأشجار التي ذكرها أحمد وخديجة. هيا يا أطفال، أخواتي الفاضلات، هنا كي يتمكن الطفل من الإجابة ومن فهم النص، أعيد الفيديو مرتين أو ثلاث. أحسنتم، إذن الأشجار التي شاهدها أحمد وخديجة هي الصنوبر والصفصاف. وشاهدوا أيضا، هل شاهدوا فقط أشجار؟ شاهدوا أمور أخرى، أشياء أخرى، ما هي؟ أحسنتم، إنها الحيوانات. ما هي الحيوانات التي شاهدوها في الغابة؟ أحسنتم، هيا بسرعة أجيبوا. إذا شاهدوا الطيور تحط وتطير على ماذا؟ على الأغصان. وشاهدوا أيضا الأرانب، هل الأرانب تطير؟ لا، الأرانب تقفز هنا وهناك. جيد جدا، نكمل. إذا نكمل، أحمد ماذا رأى؟ أحمد رأى، أحمد ماذا رأى؟ هل رأى أسد، كلب؟ هل رأى جدي؟ لا، رأى عصفور صغير جدا. جيد جدا، كان مصابا. جيد جدا، إذا ماذا قال؟ قال سنأخذه معنا إلى المنزل، أو الأب هو الذي قال سنأخذه معنا للمنزل. لماذا؟ ليعالجوه. جيد جدا، هنا ماذا قالت لهم الأم؟ ماذا درستم بالتربية المدنية؟ الأم قالت أحسنتم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نرفق بالحيوان، أو الرفق بالحيوان. ما هو الرفق بالحيوان؟ هو أن نعطف على الحيوانات وألا نؤذيها. جيد جدا، إذا أخواتي هذا هو النص المنطوق. حاولوا أنكم تعاودوا تسألوا الطفل مرة واثنين كي يتمكن من تكوين جمل مفيدة وتشجيعه على تكوين الجمل الكاملة. إذا ماذا قال أحمد؟ لاحظوا لهنا، قال هناك عصفور على الأرض. هل العصفور كان قريب جدا من أحمد أم بعيد؟ قال هناك. لو كان قريب ماذا يقول؟ يقول هنا. جيد جدا، إذا احنا لدينا، إذا عندما نتحدث عن شيء قريب نقول هنا. لاحظوا أحمد هنا يقول هنا باقة أزهار، الباقة قريبة منه جدا. لكن خديجة بعيدة عن الشجرة، ماذا تقول؟ تقول هناك، هناك. إذا إذا تحدثت عن شيء قريب أقول هنا. مثلا أقول لك هنا طاولتي، وهناك
مكتب الأستاذ. أقول لك هنا سارية العلم، وهناك مكتب المدير. إذن نستعمل هنا للقريب وهناك للبعيد. جيد جدا. إذن أخواتي، هذا فيما يخص النص المنطوق واستعمال سياق. هذه فقط ورقة عمل فيها بعض التدريبات البسيطة الخاصة بحرف النون وحرف الزاي. أضع لكم رابطها ليلا، لأنه الحق رابطها لم يتم تجهيزه بعد. أضعها لكم بحول الله ليلا. إلى هنا أقولكم في أمان الله، لكن الأسبوع هذا بحول الله كونوا حاضرات دائما في نفس الموعد الرابعة مساء، لأنه فيه دروس كثيرة جدا مهمة لازم تحضروا جميع الدروس. نقول لكم في أمان الله، نلتقي.